فلحد الآن حكينا عن الـ 1 pulse rectifier 2 pulse rectifier مش رح أذكر الآن بالتفصيل 3 pulse في 3 pulse rectifier من 3 phase source رح أركز الآن على الـ 6 pulse rectifier الـ 6 pulse rectifier منتشر جدا وشائع الاستعمال حتى يكون عندي 6 pulse rectifier رح أحتاج diodes والdiodes لأنه هذا uncontrolled rectifier فبنستعمل 6 diodes بس هذا مش السبب انه هو 6 pulse rectifier السبب انه 6 pulse rectifier انه عدد البلسز في الاوتبوت رح يكون قيمته 6 لكل بيريود من الانبوت تبعت السبلاي اذا هي اول pair of diodes هي ثاني pair of diodes هذول لحد الان شو بيشبهوا؟ بيشبهوا 2 pulse rectifier مش هيك؟ اللي هي full wave rectifier عندي 6 diodes رح ارقمهم هلا في سبب لهذا الترقيم D1 D2 D3 D4 D5 D6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D1 هذا السيكونس مهم لانه هذا هو السيكونس اللي بيشتغلوا فيه هذول الدايد شو يعني لما بقول انه دايد اشتغل ايش الستيت اللي دخلها forward biased conducting إذا كان off الدايود كان off شو بيكون؟ non-conducting blocking non-conducting state blocking reverse bias هلا من هون بناخذ الثري فيز سورس وراح اخليه يكون مشبوك star connection six pulse three phase three phase لازم يكون السورس three phase ما اقدرش اجيب single phase source واشغل six pulse عندي هون three phase source طبعا هذا هون زي ما انتم شايفين هذا star connected source هلا هذول مشكلة وات 1.2 ايش ال 1.2 بلس لا بس انا لان الطريقه اللي راسم فيها عشان راسم هو هذا اصلا اذا بدي ارسمه يشبه ستار برسمه هاي ثري فيز سورس اوكي هاي ستار بوينت اذا احنا اخذنا ثري فيز سورس اخذناه على 6 دايودز معنا دي سي وفي ريبل في داخله ريبل الريبل هذا سببه ال 6 pulses اللي موجوده لو جينا رسمنا هذا الشكل راح يطلع معي الشكل التالي
عندنا هون راح يكون فترة من الفترات راح يكون D1 أو D6 و D1 شغالين راح يشتغلوا D1 و D أو D1 و D2 راح يشتغلوا لمدة 60 درجة راح يطفي D1 ويشتغل D2 و D3 لمدة 60 درجة راح يشتغل D1 و D2 D2 و D3 D3 و D4 D4 D5 D5 D6 D6 D1 كل هذول راح يشتغل لمدة 60 درجة 60 في 6 360 درجة فراح يعطيني هلا هون في حالة هلا في الفترة اللي D1 و D2 شغالين راح يكون عندي D1 A minus A C B A C راح تكون طالعة لبرا أنا راح أرسمها هلا هون راح أرسم بس 6 pulses فخليني هون بالفترة هاي pulse هون راح يكون في pulse هي ثلاثة هاي الزرقة لما تكون معكوسة من هون راح تعطيني كمان بلس لمدة 60 درجة هاي الحمراء لما تكون معكوسة راح تعطيني كمان 60 درجة وهاي الخضراء اللي هي صفرة أصلا راح تعطيني 60 درجة فعندي هاي 60 درجة 60 60 هاي 180 1 2 3 بعدين راح ترد تكمل مرة ثانية وتكمل مرة ثانية خلال one period هاي one period من هون لهون of the input waveform عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة طبعا هاي اللي بتكمل هي نفسها السابقة اللي موجودة هون هذا الـ output هو V out of omega t اللي طالع هون إذا بدنا نسميها of omega t هذا الـ voltage اللي طالع من هون هو 6 pulses اللي موجودة طبعاً بفترة من الفترات راح يكون تنين شغالين بعدين راح يشتغل هون تنين تانيين فراح يصير هون في 2 diodes في أي لحظة من اللحظات في 2 diodes بيشتغلوا طبعاً راح يشتغل زي ما حكيت D1 مع D2 راح يطفي D1 يشتغل D2 مع D3 راح يطفي D2 يشتغل D3 مع D4 راح يطفي D3 يشتغل D4 مع D5 وهكذا هل الـ output DC ولا AC؟ Combination. هل الريبل فيه الريبل شو يعني هذا التذبذب هل هو اقل من التو بلس ريكتيفاير لا كميه الريبل بالنسبه للدي سي الاصلي اللي موجود هو بلكي ايزير تو فلتر بس ايزير تو فلتر البيكس الفريكوانسي اعلى عددهم اكثر صحيح بس النزله اكثر بس كميتهم هون هذول قارن هذول اذا بدي اقارن ال 6 بلس اوتبوت هاي 2 بلس اوتبوت هاي 6 بلس اوتبوت مين اللي فيه اي سي اكثر بالنسبه للدي سي هذا اسهل اني اعمل له فلتر الفريكونسي هون اعلى هذا هون 6 اضعاف الفريكونسي اللي موجوده هون وفي دي سي لو اخذت الافرج تبع هذا عبارة عن 6 pulse rectifier هل هو controlled uncontrolled uncontrolled فاللي بيطلع معي من هون اللي بيحدده هو السويتشينج تبع الدايودز الستة اللي موجودين هون انا ما بقدر اغير بهذا الاوتبوت حتى اغير في الاوتبوت واعمله controlled ايش الكومبوننت لازم استخدمه ايش اسمه كان الكومبوننت ترانزستور او لا SCR silicon controlled rectifier